ومعنا عبر الهاتف الدكتور صابر عبد الدايم، عميد كلية اللغة العربية الأسبق وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أهلا بك يا دكتور. يا مرحبا بكم وأهلا بكل عام. كل عام وحضرتك بألف خير. يعني إذا كنا بنتحدث عن ذكرى المولد النبوي الشريف، فلابد أن نستحضر سيرة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الحافلة بالقيم والعبر والتي نتعلم منها الصدق والإيمان والصبر والتحمل على المشاق والتحديات المختلفة والعمل الجاد والبناء. كيف نستلهم هذه القيم في ظل الظروف والصعاب التي نعيشها حاليا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا أهنئكم جميعا بهذه المناسبة العطرة، مناسبة كريمة ومناسبة عالمية أيضا، ومصر رائدة في هذا المضمار، والأزهر الشريف في أكثر من 120 دولة من المبعوثين، ويحق لنا أن نفتخر بأن الأساتذة في الأزهر والجامعات المصرية كلها يذهبون إلى العالم كله. وهذه المناسبة هي مناسبة أيضا لتأكيد عظمة مصر، وأن يعني أهلها وأن رئيسها وفخامة الرئيس السيسي وشيخ الأزهر ووزير الأوقاف وعلماء مصر يحتفلون بهذه المناسبة. لماذا؟ كما أشرت سيادتك في المقدمة إلى أن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة. نعم. ومعنى رحمة المهداة وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، أي هو ما جاء به ينقذ البشرية كلها، بل هو رحمة للعوالم الطيري والنباتي والحيوان، أنه أوصى بحسن معاملة بالرفق بالحيوان ومعاملة الطير، لأنه أمم أمثالكم كما جاء في القرآن الكريم. إذن هذه الأخلاق العظيمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أعمالا قبل أن تكون أقوالا. نعم. كيف ذلك؟ يعني وظل 40 عاما قبل أن يبعث، وفي هذه 40 سنة لم يتكلم بكلام ولم يؤثر عنه أنه تكلم بشيء، إلا أنه كان نموذج للأخلاق الحسنة، حتى سماه أهل مكة بالصادق الأمين. صحيح. فالصدق والأمانة هؤلاء يعني هذه يعني هم عماد حياة البشرية وحياة الإسلام. الصادق الأمين عندما جاء، وذلك عندما جاء في جاءته الرسالة صدقته أيضا، صدقه أبو بكر وصدقته خديجة وصدقه علي، وكانت حياته كلها سلسلة متواصلة من الأعمال التي تسبق الأقوال. ولذلك أحاديثه صلى الله عليه وسلم كانت أحاديث يقولها 3 مرات ويسجلها عنه الرواة والناس، ويعرفون أن هذا الكلام الذي قاله هو تطبيق عملي تطبيق عملي لما لسلوكيه في الحياة. ويمكن أشار النهاردة معالي وزير الأوقاف إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى محبته معنى المشي على طريقته وسنته، لأن الحديث الشريف يقول 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم سواهما، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذى في النار. إلى آخر هذه الأمرات الممتازة. وبرضو مع فخامة الرئيس أشار برضو إلى الأخلاق الإيجابية والبعد عن المسالب والبعد عن الإشاعات والبعد عن سياسة الهدم أو تشكيك الناس، لأن الله الرزاق ذو القوة المتين. وطالما نحن نعمل ونجد في العمل ونسعى بكل ما أوتينا من عقل وحكمة وأيضا العلم، كما أيضا يعني العلم يعني علم القرآن السنة العلوم التطبيقية، يعني جميع ما يدرسه أبناؤنا في الجامعات المصرية هو يحث على العلم، والعلم أيضا يقود الأخلاق كما قال الشاعر حافظ إبراهيم: فالناس هذا حظه علم وذا هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. فإذا يعني فإذا اجتمع المال والعلم والأخلاق فهذه الحياة الكبرى أو العظيمة التي نحبها ونحب أن نعيشها.
نعم. طيب يعني دكتور صابر، الاحتفالية شهدت تكريم عدد من العلماء والأئمة والقراء أيضا، يعني كيف ترى أهمية هذا التكريم كحافز لكل من يعطي بدأب وإخلاص وصدق لخدمة الدعوة الإسلامية وتجديد الخطاب الديني؟ أتفضل. يعني اذا هذا التكريم ايضا هو اولا له يعني دلاله عمليه واقعيه، هي ان العالم يحس ان ما قدمه من جهد عرفته الدوله وقدرته الدوله، انه سعى بجد واخلاص، وايضا تعطيه املا في ان يجود عمله وان يساير وان يجدد في بحوثه. ويعني على المستوى الشخصي لما عند كريمت اليوم تذكر مثلا شاركنا في قوافل الدعوة الإسلامية وفي الأسابيع الثقافية التي تقيمها وزارة الأوقاف وفي المؤتمرات وزارة الأوقاف السنوية، فكل مؤتمر يقدم فيه بحثا محكما. ثم أيضا هناك دعوة يعني غير مباشرة وهي في إذاعة القرآن الكريم، أقدم حلقات أسرار ودلالات منذ 13 عام تأتي في السابعة الربع صباحا، وبعض الأحاديث في إذاعة القاهرة وحديث الصباح أيضا إلى جوار أيضا ما نعطيه لأبنائنا في الجامعات، يعني ندرس لهم البلاغة والأدب والدراسات الإسلامية والتفسير، تفسير القرآن قام على اللغة، الحديث قام على اللغة. فإذا نحن حتى بننشر الدعوة الإسلامية ويعني إيجابيتها ومحاسنها من خلال التدريس في الجامعات. المنابر موجودة والمساجد موجودة أيضا والجامعات موجودة، يعني فالحمد لله، يعني نحمد الله على هذا التكريم ونشكر يعني فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير الأوقاف على هذا التكريم الذي نتمنى أن نكون يعني على قدره. يعني نعم. أيضا يعني الاحتفالية تتواكب مع الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، يعني هاتان الاحتفاليتان كيف نستلهم منهما دروس وعبر في الإرادة والعزم والتخطيط واسترداد الحق والانتصار على أهل الشر؟ لا، شكرا على هذا السؤال الكريم أيضا والعظيم. لماذا؟ لأن الجيل المعاصر أو اللي عنده 30 سنة مثلا أو حتى 40 لم يعاصر حرب أكتوبر. حرب أكتوبر هذه كانت ملحمة من البطولات العظيمة، ومن أبنائنا ومن إخواننا الذين كانوا صائمين وفي رمضان وكان هتافهم الله أكبر، وعبروا قناة السويس، وأيضا بالعلم قاموا بمهارات علمية ودراسات عظيمة واستعداد، كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوات ومن رباط الخيل. فإذا يعني فعندما نتذكر حرب أكتوبر ويتجيئنا يعني مع ذكرى ميلاد رسول الله، يعني علينا أيضا نحن الآباء والأجداد أن نعلم أبناءنا وأن نذكرهم بهذه البطولات وهؤلاء الشهداء العظام. ويعني وأرجو أن تكون المسلسلات الإذاعية أيضا والمسلسلات التلفزيونية تلقي الضوء على هذه البطولات، مئات البطولات بل آلاف البطولات قدمت أو قدموا أرواحهم فداء لمصر ولحرية مصر. والحمد لله نصر أكتوبر أتى باسترداد سيناء هذه الأرض المقدسة كما قال الحق سبحانه وتعالى، وأيضا فيها التعمير والحضارة فيها الآن والزراعة والأنفاق والمياه. فلولا حرب أكتوبر ما كانت سيناء ردت إلينا. فكل عام وأنتم بخير، ونرجو لمصر الرخاء والاستقرار والأمان إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا يعني ما يتعلق ب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفالية والتي أكد فيها على عدد من النقاط الهامة، كيف يعني قرأت هذه الكلمة؟ يعني أنا أعتقد يعني كلمة قامة رئيس الجمهورية اليوم هي موجزة تماما، ولكن كما نقول نحن الإيجاز والبلاغة. يعني نبهنا إلى أشياء كثيرة
منها ذكرى هذه الذكرى العطرة وارتباطنا بتراثنا وهويتنا، ثم أيضا التركيز على السلوكيات وعلى الأخلاق، ثم أيضا أشار في نهاية كلمته الشكوية المرتجلة إلى ما يمر به العالم من قلق ومن صراع والكورونا وحرب أوكرانيا وروسيا والتغير الاقتصاد العالمي، ويعني وأوصى بأن علينا أن نتحمل هذا وأن يعني نجد في العمل ونستمر في مسيرتنا. فرسالة من أجل زرع الأمل في النفوس، يعني حتى يعني قال يعني كيف يكون في مصر شباب من العلماء الجامعات والمتفوقين ونقلق على غدنا، يعني فهو يعني أراد أن يرسل رسالة طمأنة الناس رغم ما يمر به العالم من أزمات ومن قلق ومن صراع. نعم. وأيضا كان هناك كلمة لشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب، يعني تحدث فيها أيضا عن الكثير من القيم والعبر والثوابت الدينية ومنهج الله في الأرض. أهم ما جاء في هذه الكلمة أيضا كما تبعتها. والله يا كلمة فضل الإمام الأكبر حتى أثنى عليها فخامة رئيس الجمهورية، هي كلمة ضافية وكلمة جامعة منع كما يقولون. لماذا؟ لأنه أستاذ عقيدة وفلسفة، قد كلمة عقلية 100%. هو أراد أن من كل هذا أنه يبين الواقع ومسالب الواقع والتناقض والصراع، أراد أن يبين أنه الحياة المادية فقط، المادة لا يعني كأنها جناح واحد للطائر، يعني المادة أو الغناء المادي والفلسفات المادية التي سادت العالم وإنكار النبوات وإنكار الأبعاث وإنكار الروحانيات، هذا هو يعني جناح واحد للطائر ولا يطير به. ولكن متوصل في آخر الكلمة أن الأنبياء هم رسل الله إلى الأرض، وهم يحملون التشريعات والقوانين التي تصلح الناس ويصلح بها الناس. فكانت كلمة يعني فيها أولا رؤى اجتماعية ورؤى فلسفية ورؤى دينية، وما شاء الله يعني لا كلمة لها يعني تريد أن تدرس، والله يعني تدرس هذه الكلمة الضافية العظيمة. نعم. أيضا أكد فضيلة الإمام الأكبر على أن الرسالة المحمدية هي رسالة عابرة للزمان والمكان، يعني تعليق حضرتك أيضا على يعني هذه الجملة. طبعا رسالة الإسلام ليست رسالة خاصة، ولكنها رسالة للناس كافة، فكان كل نبي يبعث إلى قومه، ولكن رسولنا عليه السلام بعث إلى العالم أجمع. ولذلك يقول حق سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال في سورة الروم: ومن آياته، يعني من آيات الله الباهرات ومن معجزاته، أن خلق لكم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، يعني اختلاف اللغات ده من آيات الله، واختلاف اللون من آيات الله، واختلاف الثقافات من آيات الله. وهذا يعطينا مؤشر لا نعادي بعضنا بعضا ولكن نتكامل. هناك ثقافة أخرى، ثقافة الشعوب، ألسنة الشعوب، عادات الشعوب. نعم. حتى يلتقي الناس. صحيح. على يعني مائدة المحبة والتسامح. نعم. والمائدة الإنسانية بصفة عامة. نعم. أشكرك دكتور صابر عبد الدايم عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.